هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره؟ وإذا كان ذلك وارد، هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. وهذا السؤال عن ليلة النصف من شعبان وعن اليوم الخامس عشر، هل يشرع قيام تلك الليلة وصيام هذا اليوم، وهل ورد في ذلك شيء؟ الجواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعتمد عليه. فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، غير أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لا بد له من دليل صحيح. فإذا لم يكن هناك دليل صحيح فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان أو يوم النصف من شعبان، لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم. وما دام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه فتخصيصه بالصيام بدعة، لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يزعم فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل من الشارع. أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم، ولا يثبت بها تأسيس عبادة لا بقيام تلك الليلة ولا بصيام ذلك اليوم. لكن من كان من عادته أنه يصوم أيام البيض فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان إنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته لا على أنه خاص بهذا اليوم. وكذلك من كان يصوم من شعبان صياما كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم اللي هو الخامس عشر، لم يخصه بصيام، إنما يدخل تبعا. الحاصل أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في هذا في يوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام. أما يفعله بعض الناس خصوصا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة يجب النهي عنه والتحذير منه. وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات والصيام ما يغني عن هذه المحدثات، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم.